السلام عليكم حباباتي حبابي الغزالات الفنانات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد لا فيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الجديد اللي هو كوكيز بالشوكولات، اللي غزال بزاف البنات وما غاديش تستغناو عليه من اليوم فصاعدا، ما غاديش تستغناو عليه. غادي نحتاجو هنايا لواحد 160 غرام ديال الزبده سبيسيال، تكون نوعيه جيده من طبيعه الحال. وهنايا غادي نحتاجو واحد 120 غرام ديال السكر البني، الا لقيتو بني على هذا احسن غادي يكون احسن، وجوج فانيات. وهنايا واحد 120 غرام ديال الشوكولات اسود غيش قرطو بالموس، انا شريتو على شكل حبيبات بحال ما هكا، بحال الصدافي خديتو بحال ما هكا وقرطو بالموس باش كيعطيني دوك الطريفات صغيورين. وغادي نحتاج واحد البيضه، وغادي نحتاج واحد 300 غرام ديال الدقيق الابيض وخماره حمراء، غادي نحتاجو فيها غير نص معلقه ولا 4 غرام، ما غاديش نحتاجو ديك الساشيه كلها. هنايا درت الزبده في البول فين غادي نخدم هاد الكوكيز، هذا درتها على باش تذوب ليا في حراره المطبخ. درت ليها دوك جوج ساشيات ديال الفاني، وغادي نزيد ليها بطبيعه الحال السكر البني. راه كاين اللي قوي على هذا، ما لقيتوش البنات، ويلا ما كانش تقدروا ديروا غير السكر سنيد العادي. وهنايا الشوكولات ديالي اللي قرطو بالموس عادي، وهنايا واحد قبيصه الملحه، غادي نحتاجو هنايا يا اما الطراب اليدوي او الباتور، الطراب الكهربائي تقدروا تخدموا غير بيديكم، من الاحسن تخدموا بيديكم. غادي نحاولوا نخلطوا هاد المكونات هادو، نخدموهم مزيان حتى يتزانسوا مع بعضياتهم، وغادي نضيفوا هاد البيضه. كنتمنى البنات يكون الشرح واضح صراحه. هاد الكوكيز هذا الا مشيتو تجربتوه البنات راه ما غاديش يخطاكم باقي، راه غادي يعجبكم اكيد، حيت راه كيجي بحال ديال المحلات الكبرى، بحال داك الكوكيز الغالي اللي كيكون في العلب. من بعد ما نخلطوا هاد الزبده مع صفار بيضه مع السكر والفاني وقبصات الملح ودوك الطريفات ديال الشوكولات، كنفضل انا ندير غير هذا الفوي هذا ولا يديه، حيت الا درت الطراب الكهربائي داك الشوكولات غادي يزيد يتهرس اكثر، داكشي علاش قلت اللهم بيديه ولا بالفوي هكا احسن. صافي كنحصلوا على هذا الخليط هذا، غادي نديروا دابا واحد شويه ديال الخماره، غادي نديروا غير شويه كوك. تقريبا الا عبرتوا غادي تعبروا 4 غرام، انا تقريبا راه درت نص ديال الساشيه اللي درت صايي. وغادي نزيد من بعد، غادي نضيف الدقيق بالتدريج ونجمع باطراف الاصابع. هنا راه ما غاديش نحتاج البنات لا زيت لا حليب لا ماء لا حتى شي حاجه، راه ديك الزبده كافيه. غادي ندخلوا داك الدقيق كلشي في ديك الزبده حتى يتجانسوا مع بعضياتهم، وكنجمعوا غير باطراف الاصابع كيف قلت لكم حتى كتجمع العجينه وكتكون رطبه. ومن بعد غادي نقسم العجينه ديالي على جوج ونشكلها بحال ما هكا على شكل باغيت او كي كنديروا الكاشير، يعني غتشوفوا نتوما القياس اللي بغيتو. انا بغيت كوكيز يجيني متوسط، يعني ما بغيتوش يكون كبير ما بغيتش يكون صغير، يعني بغيت يجي متوسط. يعني فاش كنعطي لولدي كوكيز كنعطي ليه في البواطا غير جوج كوكيزات راه باركه وكافيين، وحتى كتعطي عرفتي شنو عطيتي، عطيتي شي حاجه مصوبه في الدار وكتجي حاجه زوينه. هذه القطعه الثانيه حتى هي غادي نديرها على شكل قطيبات، نديرها على شكل سيجار او باغيت بحال ما هكا، نلويها في السلوفان حتى هي، نلويها ونخرج منها الهواء، نحاول نخرج منها الهواء. صافي كنلوي وغادي ندخلهم للمجمد.
هنا بعد ما جمدوا تقريبا احتاجوا ليا واحد ساعتين تقريبا في الفريغو باش كيجيو قاصحين، يعني ماشي قاصحين بزاف، يعني كنقدر نقطع بكل اريحيه. غادي نقطعهم على القطر اللي حبيتو نتوما. انا درتهم متوسطين، ما بغيتش يكونوا رقاق، حيت الا درتهم عاوتاني رقاق ما غاديش نتحكم في التقطيعه، غادي يتهرسوا ليا. والا درتهم غلاض عاوتاني ما تيجيو في شي شكل، يعني ما كيكونوش زويونين، ما كيكونوش فنيونين. من الاحسن نديروهم متوسطين بحال ما هكا، راه ما كيتنفخوش بزاف حيت الخميره فيها غير شي شويه، درنا فيها غير 4 غرام، يعني ماشي شي حاجه اللي تقدر تنفخ لينا ولا تلصق لينا ما بين كوكيز والاخر. هذيك البلاصه اللي كتفرتت لينا في التقطيعه نقدروا نعاودوا نردوها غير بهذا الشكل هذا اللي كندير انا، حيت الزبده الا كانت من نوعيه ممتازه هي اللي كتساعد العجينه دغيا تجمع، راه العجينه كتجي رهيفه البنات، تحاولوا عليها. والطاوة من طبيعه الحال كنديروا فيها بابي سلفيريزي باش ما تلصقش لينا. من بعد ما غادي نكمل لي باغي ديالي او الحراب ديالي في التقطاع، غادي ندخلوا الفران اللي ديجا سخنتو على درجه الحراره 150. وإلا كان عندكم الفران ديال الغاز يمكن لكم ديروا غير على نار مهيله، يطيب كوكيز ديالنا في نار مهيله في الغاز. هذا ما كان البنات، غادي نكمل معكم الطاوه ديالتي وغادي نرجع لواحد العجينه بقات ليا شي شويه، غادي نديرها غير بحال الغريبه، واخا ما كيعجبنيش ديك الطريقه حيت ما تجمدش ليا هذاك، يعني العجينه الا بقات مجمده راه كتحكم فيها في التقطاع، ولكن كيعجبني هذه الطريقه، هذه احسن ديال التقطاع، يعني كتعطي واحد لو شارم زوين، كتعطي واحد الديكور، واحد الشوكولات كيبان فيها هكاك عشوائي كيجي زوين. وهذه الطريقه اللي قلت لكم اللي غادي تشكلوها على شكل غريبه، اللي صراحه ما كتعجبنيش انا شخصيا، كيعجبني ديال التقطاع. هذه هي الطريقه الثانيه اللي كتجي هذيك صعيبه، يقدر يديرها غير على شكل غريبه. وهكا كيجي الكوكيز ديالنا، يا سلام ويا محلاه، صراحه غادي يعجبكم بزاف وما غاديش تستغناو عليه، وغادي يكون معتمد عندكم، وانا متاكده من كلامي، غير طبقوا الوصفه بالطريقه ديال يعني كيف قلت لكم، كيجي صراحه زوين. انا راه كنهزو باقي سخون، ما خليتوش حتى يبرد، حيت الا خليتوه حتى يبرد عاد كيجي مقرمل، اما هكا سخون باقي راه تيجي باقي رطيب، صراحه زوين بزاف، وكنتمنى تجربوه وتفرحوا به وليداتكم، وان شاء الله هذا العام الدراسي يكون حافل بالنجاحات، والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.